بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم. معاكم مهندس محمد فتحي، مهندس قياس وتحكم، بعمل في مجال الأجهزة من أكتر من 12 سنة. زي ما نوهنا في الفيديو اللي فات، هنبدأ النهاردة مرحلة جديدة. المرحلة اللي فاتت كنا بنخاطب فيها الفريش جرادويتد والمبتدئين في مجال الأجهزة. إن شاء الله النهاردة برضو هنتكلم، والمرحلة ديت هتهم الفريش جرادويتد الراغبين في الدخول في مجال الأجهزة، وهيخش معانا الانستوليشن اند كوميشن انجينير، المينتنس انجينير، المينتنس تكنيكالز، اوتوميشن انجينيرز. باذن الله المهتمين برضو بمجال الاويل اند جاز، او العاملين في مجال الاويل اند جاز، بتروكيميكالز، اوتوميشنز بصفه عامه، والانرجي اند باور. الفيديو النهارده ان شاء الله يحتوي على تعريف الاجهزه، تعريف البروسيس فاريبلز، اشكال الاجهزه، كنترول سيستم تايبس، بي اند اي دي ديفينيشن، and بي اند اي دي ابلكيشنز. عشان نفهم الاجهزه او مجال الاجهزه بصوره بشكل سريع، هنجاوب على ثلاث اسئله: ايه هي الاجهزه، ايه هي البروسيس فاريبلز، بقيس ليه، يعني بستخدم الاجهزه ليه، وبستخدمها ازاي في قياس طبعا ايه البروسيس فاريبلز. اول حاجه، what is meant by instrument، يعني ايه اجهزه. الاجهزه عباره عن جهاز بيعمل قياس، مراقبه، كنترول للبروسيس فاريبلز. طب ازاي؟ يعني بصوره اوضح، زي ما احنا شايفين كده، زمان او في عدم وجود الاجهزه، لو حبيت مثلا اعرف ليفل التانك، منسوب التانك، هيروح العامل او الراجل المختص، هيطلع فوق التانك ويبص عليه، يجيب مسطره، ينزل مش عارف المسطره عشان خاطر يشوف الليفل. طبعا ده موضوع ايه؟ شق جدا. طب الانسترومنتيشن، بكل بساطه جايبت حاجه اسمها ليفل ترانسميتر، بيقيس الليفل وبيبعت اشاره كهربيه للكنترولر كونتينوس ريدنج، يعني طول الوقت بيبعت اشاره انالوج سيجنال للكنترولر، بيقول له انا دلوقتي الارتفاع المنسوب عندي في التانك كذا. فطبعا دي باختصار اهميه الاجهزه، اللي هي وفرت العنصر البشري، بعتت لي اشاره كنترول طول الوقت، اقدر باشاره الكنترول دي اتحكم في منسوب الليفل. ده باختصار فكره انسترومنت. الميكانيكال بروسيس فاريبلز زي ايه؟ زي الفايبريشن، سبيد، الفراكشن، زي ما احنا شايفين كده، خاصه بديناميكيه المعده نفسها. ليه بقى هواي انسترومنتيشن؟ يعني هيفيدني ايه مجال الانسترومنتيشن؟ طبعا to obtain final product with economic and standard specification، بمعنى ان انا عشان احصل على منتج اقتصادي وطبقا للمواصفات القياسيه، لازم يكون عندي اجهزه عشان خاطر تمكنني ان انا اعمل كنترول وبروتكت ومونيتور للعمليه الصناعيه، اعمل تحكم، اعمل حمايه، اعمل مراقبه للعمليه الصناعيه. يبقى how could I measure process variables؟ عن طريق التلات اشكال اللي احنا شايفينهم دول لقياس الاجهزه: ترانسميترز وسويتشز وجيتشز. ترانسميتر بتبعت لي انالوج سيجنال من 4 ل 20، الديجيتال سيجنال 0 1 بتتبعت لي عن طريق السويتش، وزي ما احنا شايفين كده كومن ونورمال كلوز ونورمال اوبن، والشكل الاخير اللي هو الجيج، اللي هو بوينتر شغال على مبين، على عداد، بيقيس لي القيمة اللي أنا بقيسها أيا كان البروسيس فاريبلز اللي بقيسها، وما بيبعتليش أي سيجنال. كنترول سيستمز، عندنا نوعين طبعا: الأوبن لوب كنترول سيستم والكلوزد لوب كنترول سيستم. الكنترول سيستمز عندنا أوبن لوب كنترول سيستم وكلوزد لوب كنترول سيستم. الأوبن لوب زي ما احنا شايفين كده ما فيهوش فيدباك، يعني ده اتجاه واحد، الكاميرا بتلقط الصورة بتبعتها الكمبيوتر، الكمبيوتر بيعمل بروسيس للصورة، بيخرج على ايه؟ على برينتر، البرينتر بيطبعه. طيب لو هنا حصل قطع في الكابل، هل الكاميرا هتحس؟ هل الكنترولر هيفهم حاجة؟ لا، هو بيبعت اشارة وخلاص، يعني اشارة بتجيله انبوت، تعمل لها بروسيس وتتبعت ايه على الاول. ده شكل الدايجرام، سيستم دايجرام او بلوك دايجرام لكنترول سيستم اوبن لوب. الميجرنج انسترومنت اللي هو السنسور هيبعت اشاره للكنترولر اللي هياخد الاكشن، والكنترولر هيبعت لحاجه اسمها فاينل كنترول ديفايس، اللي هو يبقى عندنا مثلا الهيتر،
هيبقى عندنا بلف، هيبقى عندنا ايا كان ايه بامب، ايا كان ايه المعده اللي انا هعمل عليها كنترول. يبقى انا بقيس حاجه وببعتها يتعمل لها بروسيس عن طريق الكنترول، والكنترولر في الاخر بيبعت اشاره تتحكم في ايه، في الفاينل كنترول اليمنت زي ما قلنا، اللي هو سواء كان بقى هيتر او فالف او ايا كان. طيب ده بالنسبه للاوبن لوب. طب بالنسبه للكلوزد لوب، ان هو باعت اشاره ان انت حقق لي 100%، فجات له لا 70%، 70 يبقى 100% ده الكوماند، و70 يبقى فاضل 30، يروح كوماند بال 30 وما الى ذلك. لو بصينا كده على الشكل دوت، ايه الكلوزد لوب سيستم دوت؟ انا عندي هنا سبيد سنسور بيقيس سرعه السير، وهنا موتور بيلزق استيكر على البوكس. اللي بيحصل ان السرعه البطيئه شغاله، الموتور السبيد سنسور بيودي اشاره للكنترولر او الكمبيوتر، بيبعت اشاره تاني بعد كده للفاينل كنترول اليمنت اللي هو الموتور، يقول له بطئ سرعتك، ولما السرعه تزيد السبيد سنسور يبعت للكنترول يقول له السرعه زادت، فيزود سرعه الايه الموتور. يبقى كده احنا عملنا ايه، كلوز لوب سيستم من خلال الايه السبيد سنسور اللي هو ايه اللي هو فيدباك للايه للكنترول سيستم. طيب البي اند اي دي اختصار لايه، بايبنج اند انسترومنتيشن دايجرام. تعريفها هو جرافيكالي ريبريزنتيشن اوف ا بروسيس سيستم ذات انكلودز، يعني عباره عن ايه، رسم بياني لمخطط البروسيس اللي عندي. بيحتوي على بايبنج، فالفز، انسترومنت، اكويبمنت، اي يعني بيحتوي على حاجات كتير اللي هي رموز واشكال للبروسيس اللي عندي. زي ايه؟ زي اللي احنا الشكل اللي احنا شايفينه ده، الشكل ده بلف وفي فلو معدي داخل على مكان، داخل منه بلف خارج منه بلف تاني، في هنا اشكال ترانسميتر، هنشوف الاشكال ديت ورموزها ان شاء الله في اخر الفيديو نقدر نقرا البي اي دي اكزامبل ده. طيب اول حاجه احنا شفنا عندنا الشكل دوت، كان في دايره فيها حروف وفي ارقام تحت. الحرف الاول بيرمز لي البروسيس فاريبل او الميجرد فاريبل، زي ايه مثلا، لو لقينا حرف بي يبقى بريشر، ال ليفل، اف فلو، تي تمبرشر، سي كونتاكتيفيتي، اي انالايزر، وهكذا. يعني اول حرف هيرمز للحاجه اللي انا بقيسها، اللي هو اللي احنا قلنا عليها من شويه اللي هي البروسيس فاريبلز. اول حرف هيرمز ايه للحاجه اللي انا بقيسها، بي خلاص قلنا بريشر ليفل فلو تمبرشر. طب الحرفين التانيين، الحرفين التانيين هيبقى وصف وتوصيف للايه، لاول حرف. يعني مثلا لو لقينا بي تي يبقى بي بريشر ترانسميتر، لو لقينا بي سي يبقى بي بريشر كنترولر، لو لقينا بي ار يبقى بريشر ريكوردر، لو لقينا بي اي يبقى بريشر انديكيتور. طب لو لقينا ثلاث حروف بي اي تي مثلا، زي ما احنا شايفين هنا، بريشر انديكيتور ترانسميتر. يعني ايه؟ يعني بريشر ترانسميتر وعنده في خاصيه ان انا بعرض القرايه اللي انا ايه بقراها. تمام. طب الخط اللي في النص، لو ما فيش خط خالص معنى كده ان ده بيبين اللوكيشن بتاع الانسترومنت، موقع الجهاز دوت في العمليه الصناعيه. ما فيش خط خالص معناها ان الانسترومنت ده في الفيلد ولكن قريب من الاوبريتور، الاوبريتور يقدر يوصل له بسهوله. طب لو خط منقط، يبقى ده موجود جوه الكنترول روم، يعني في كنترول بانل موجوده مع في الكنترول روم، الجهاز ده محطوط جواها طبعا ايه ريتشابل ايه باي اوبريتور. طب لو خط سوليد معنى كده ان هو اوت اوف سايت، يعني في مكان بعيد، الاوبريتور ما يقدرش يوصل له بسهوله، نوت اكسسبل ايه للاوبريتور. يبقى دول الثلاث اشكال بتوع بيوضحوا لنا مكان الانسترومنت. يبقى اول حرف زي ما قلنا ده بيبين البروسيس فاريبل اللي احنا بنقيسها، اللي هو هنا في الحاله دي الفلو، الفي اللي هو وصف لاول حرف، الفي هنا تبقى ايه فالف، يبقى ده فلو فالف رقم 01 دوت ايه، يعني رقم واحد فلو فالف رقم. لو انا عندي مثلا في البروسيس 10 بلوف فلو، انا هسميهم اف في 1 2 لحد 10. وقلنا طبعا الخطوط اللي في النص ديت معناها ايه. نخش على حاجه ثانيه، ده هنا انلايزرز ليفل تمبريتشر بريشر. لو اول حرف او اول حرف خلاص قلنا ده البروسيس فاريبل. طب ثاني حرف اي، يبقى ده انديكيتس اونلي، بي اي يعني بريشر انديكيتور، ما بيبعتليش اي سيجنال، تمام، يبقى بريشر انديكيتور بس. طيب لو تي، يبقى ترانسميت اونلي، يعني بريشر
ترانسميتر بيبعت لي اشاره بس ما بيعرضش القرايه بتاعته. طيب بي اي تي يعني البريشر انديكيتس اند ترانسميتس، يعني ايه؟ يعني ده انديكيتور وترانسميتر مع بعض، بيعرض القرايه اللي بيشوفها او بيقراها وبيبعتها لي كسيجنال من 4 ل 20 لحد الكنترولر، وهكذا التي والال والاي. طيب في رمز تاني اللي هو الخط التخين دوت، هو خط البايبنج، الخط اللي هي الانابيب اللي هيمشي فيها الفلويد بتاعي، سواء جاز سواء ميه سواء بخار. الخط اللي هو الخفيف ده، ده البروسيس كونكشن. الخط المنقط ده الكتريكال سيجنال، سواء الكتريكال سيجنال ديت من 4 ل 20، سواء الكتريكال سيجنال ديت 380 220 فولت، ايا كان اي الكتريكال سيجنال هيرمز ليها بخط ايه منقط. الخط اللي عليه الشرطتين دوت ده النيوماتيك سيجنال. ايه النيوماتيك؟ يعني خط الهواء الانسترومنت المضغوط، انا بحتاج هواء عشان خاطر افتح البلوف بضغط معين بيخرج من ضاغط الهواء، ده بيرمز له خط الايه الهواء دوت. طبعا الخط اللي فيه دوائر ده الداتا لينك كابيلري، السيجنال جاي من الهيدروليك وده سيجنال جاي من السونيك سيجنال. طيب ده ابلكيشن شايفينه احنا عندنا عباره عن فلو ميتر بالشكل ده كده، اللي هو الشكل ده، ده شكل الفلو، بيقيس الفلو ويبعته، بيبعت سيجنال للكنترولر عليه سيت بوينت، بيبعتها للايه للبلف، بيتحكم في فتحه البلف من خلال اشاره الاشاره اللي رايحه له، اللي جايه له في الاول من الفلوميتر وفي الاخر رايحه لاشاره البلف. يبقى انا كده بتحكم في الفلو بتاع الخط دوت عن طريق ان انا بقيس الفلو وببعته للكنترولر، الكنترولر بيعمل بروسيس وفي الاخر بيبعت اشاره اوتبوت للايه للفاينل كنترول اليمنت. طيب لو جينا بقى نبص على البي اي دي بقى بتاع الشكل اللي احنا اللي فات دوت، ادي الفلوميتر هنعبر عنه باف تي فلو ترانسميتر. اف تي فلو ترانسميتر، اول حرف البروسيس، ثاني حرف ايه وصف الايه الجهاز، يبقى فلو ترانسميتر بيبعت اشاره، ادي خط النقط يعني ايه، يعني الكتريكال سيجنال، بيبعت الكتريكال سيجنال لايه، حاجه اسمها اف اي سي فلو انديكيتور كنترولر، ده عباره عن بي اي دي بيجي له اشاره من الفلوميتر، بيبعت ايه ويخرج اشاره على فتحه ايه البلف. الاف في دوت ده فلو فالف، فلو فالف ده كنترول فالف بيتحكم في الفلو بتاع الخط. طب ايه الاف واي؟ ده عباره عن فلو كمبيوتر اوتبوت، اللي هو ايه، انا هخرج هنا اشاره كهربيه هتروح ل اي تو بي كونفرتر، الاي تو بي كونفرتر هيحول لي الاشاره من 4 ل 20 اللي خارجه ل 3 ل 15 بي اس اي، 3 ل 15 بي اس اي اشاره الخط اللي طبعا اللي عليه الشرطين دوت زي ما قلنا، ده نيوماتيك لاين او نيوماتيك اشاره نيوماتيك بتروح من 3 ل 15 بي اس اي. طبعا البي اس اي دوت وحده من وحدات الضغط، بي اس اي ال 14 ونص بي اس اي بيساوي 1 بار. طيب يبقى الـ 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 في الاخر هيوصل الاي تو بي هيبعت لي اشاره كهربيه هتتحول لاشاره هواء تتحكم لي في ايه في بلف ايه النيوماتيك دوت، تفتح وتقفل البلف بناء على اشاره السيجنال اللي جاي لي من الفلو تمبريتشر من خلال في الاخر الكنترولر هيتحكم لي في ايه فتحه البلف. يبقى ده البي اي دي، رسمه البي اي دي عرفنا الرموز اللي فيها. ده المثال اللي احنا قلنا هنرجع ليه في اخر الفيديو، عباره عن تانك بيتملي عن طريق بلف، التانك دوت عليه ليفل ترانسميتر، طبعا الحروف دلوقتي بقت اوضح، ليفل اللي هو البروسيس اللي هنقيسها، ليفل ترانسميتر، ترانسميتر ده الديفايس اللي بيقيس، بيبعت الاشاره المنقطه طبعا اشاره الكتريكال سيجنال من 4 ل 20 بتروح للال اي سي اللي هو ليفل انديكيتور كنترولر عليه سيت بوينت، طبعا بيقيس بيخرج خارج على ال واي اللي هو ليفل كمبيوتر اوتبوت. اللي هيحصل دلوقتي ان الخارج اللي هو من 4 ل 20 عن طريق الاي تو بي كونفرتر هيتحول ايه او هينسب اشاره من 3 ل 15 بي اس اي اشاره هواء، طبعا احنا قلنا 1 بار بيساوي 14 ونص بي اس اي. اشاره الهواء ديت هتتحكم في فتحه البلف اللي هو ال في اللي هو الليفل فالف. يبقى انا عندي اشارات الرموز بتاعت البي اي دي بقت واضحه دلوقتي، سواء الرموز اللي هي ال تي او ال اي سي او ال واي او ال في، والخطوط اللي احنا شايفينها لاينز اللي هي الخط المتقطع يعني الكتريكال سيجنال، والخط اللي هو عليه الشرطتين دوت اللي هو نيوماتيك سيجنال.
اللي بيحصل ان التانك دلوقتي انا عايز احافظ على منسوبه عند حد معين، لو زاد اقلل فتحة البلف، لو قل ازود فتحة البلف. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ان يكون في اضفنا معلومة مفيدة. ان شاء الله انتظرونا في الفيديوهات القادمة.